الرب إلهي لقد عظمت جدا الاعتراف وعظم الجلال لبست أنت المتسربل بالنور كالثوب الباسط السماء كالخيمة المسقف بمياه علاليه أجعل السحب مركبة له الماشي على أجنحة الرياح الصانع ملائكته أرواحا وخدامه لهيب نار المؤسس الأرض على استيثاقها فلا تتزعزع على دهر الداهرين رداءه لجتك الثوب على الجبال تقف المياه من انتهارك تهرب ومن صوت رعدك تجزع ترتفع الجبال وتنخفض البقاع إلى الموضع الذي أسست لها جعلت لها حدا فلا تتعداه ولا ترجف تغطي الأرض أنت المرسل عنا في الشعاف وسط الجبال تعبر المياه تسقي كل وحوش غياط تقبل حمير الوحش عند عطشها عليها طول السماء تسكن بين الصخور تغرد أصواتها أنت الذي يسقي الجبال من عناليه من ثمرة أعمالك تشبع الأرض أنت الذي ينبت العشب البهائم والخضرة لخدمة البشر ليخرج خبزا من الأرض والخمر تفرح قلب الإنسان يبتهج الوجه بالزيت والخبز يشدد قلب الإنسان تروى أشجار غاب أرز لبنان التي غرستها هناك تعشش عصافير مسكن لقلق يتقدمها الجبال العالية للأيلة والصخور ملجأ للأرانب صنع القمر الأوقات والشمس عرفت غروبها جعل الظلمة فكان ليل فيه تعبر جميع وحوش الغاب أشبال تزر وتختف ولتلتمس من الله طعامها أشرقت الشمس فاجتمعت وفي سيرها ربضت يخرج الإنسان إلى عمله ولا خدمة حتى المساء ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعتها قد امتلأت الأرض من خليقتك هذا البحر الكبير الواسع هناك دابات عدد لها حيوانات صغار مع كبار هناك تجد سفن هذا التنين الذي خلقته يلعب فيه وكلها إياك تترجل لتعطيها طعامها في حينه وإذا أنت أعطيتها جمعت تفتح يدك فيمتلئ الكل خيرا تصرف وجهك فيضطربون تنزع أرواحهم فيفنون ولا ترى بهم يرجعون ترسل روحك فيخلقون وتجدد وجه الأرض ليكن مجد ربي إلى الدهر يفرح الرب بأعماله الذي ينظر للأرض فيجعلها ترتعد ويمس الجبال فتدخن أسبح الرب في حياتي وأرتل لإلهي ما دمت موجودا يلذ له تأملي وأنا أفرح بالرب لتبدل الخطأ من الأرض واللثم حتى لا يجد فيها بارك نفس الرب الشمس عرفت غروبها جعل ظلمة فكان ليل ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدهر الداهرين آمين هللويا 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 المجد لك يا الله هللويا 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 المجد لك يا الله هللويا 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 المجد لك يا الله يا إلهنا ورجانا لك المجد بسلام إلى الرب نطلب يا ليسو من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب يا رب ارحم من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب يا ليسو من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وارع وخوف الله إلى الرب نطلب يا رب ارحم من أجل أبينا وبطيركنا يوحنا والكهنة المكرمين والشمامس الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب يا ليسو من أجل الحكام ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب يا رب ارحم من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب يا ليسو من أجل اعتدال الأهوياء وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب يا رب ارحم من أجل المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتألمين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب يا ليسو من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب يا رب ارحم أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمته يا ليسو بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين وذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود
أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان ودهر الداهرين. آمين. إلى الرب صرخت في ضيقي فاستجاب لي، فيا رب نجي نفسي من الشفاه الكاذبة ومن اللسان الغاش. ماذا يعطى لك وماذا يزاد يا لسان الغش؟ أنت مثل نبال الجبار المسنونة، أنت مثل جمر العرعر. ويح لي طال اغترابي مذ سكنت في خيام قدار، طالت غربتي على نفسي، سالمت مبغضي السلام، ولما كلمتهم به ناهضوني بلا سبب. رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب صانع السماء والأرض. لا جعل رجلك تزل، لا نام حارسك، ها إن حارس إسرائيل لا ينعس ولا ينام. الرب يحرسك، الرب ستر لك من عن يمينك، فلن تلفحك الشمس في النهار ولا القمر في الليل. ليحفظك الرب من كل سوء، الرب يحرس نفسك، الرب يحرس دخولك وخروجك من الآن وإلى الأبد. فرحت لما قالوا لي إلى بيت الرب نحن ذاهبون، في ساحاتك وقفت أرجلنا يا أورشليم. أورشليم المدينة العامرة التي أحاطت بها الأسوار، لأنه إلى هناك صعدت الأسباط وأسباط الرب شهادة لإسرائيل ليحمد اسم الرب. لأنه هناك نصبت الكراسي للقضاء، كراسي بيت داود. فاسألوا السلام لأورشليم والعيش الرغيد للذين يحبونك. ليكن سلام بين أجنادك وهناء في قصورك. من أجل إخواني وجيراني تحدثت عنك بالسلام، من أجل بيت الرب إلهنا التمست لك الخيرات. إليك رفعت عيني يا ساكن السماء، ألا كما ترتفع أعين العبيد إلى أيدي مواليهم وعينا الأمة إلى يدي سيدتها، كذلك ترتفع أعيننا إلى الرب إلهنا حتى يتحنن علينا. فارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، كثيرا ما امتلأت أنفسنا عارا من المغصبين وإهانة من المستكبرين. لولا أن الرب كان معنا، فليقل إسرائيل، لولا أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا، إذن لابتلعونا ونحن أحياء عند احتدام غضبهم علينا، وإذن لأغرقتنا المياه وجازت على أنفسنا السيول، بل لجازت على أنفسنا المياه الطاغية. تبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ صيادين، فالفخ انكسر ونحن نجونا. معونتنا باسم الرب الذي صنع السماء والأرض. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. يا ليسو أعطد وخلص وارحم وحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب رحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، ندى ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لك يا رب، لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان ولدهر الداهرين. أمين. الذين يتوكلون على الرب هم مثل جبل صهيون، إنهم لا يتزعزعون بل إلى الأبد يثبتون. أورشليم الجبال من حولها، وكذلك الرب حول شعبه من الآن وإلى أبد الآبدين. لأن الرب لا يضع عصا الخطأ تستقر على نصيب الصديقين، لئلا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. فأنعم يا رب على ذوي الصلاح وعلى مستقيمي القلوب. أما الذين يجنحون إلى طرق معوجة فسيسوقهم الرب مع عمال الإثم. السلام على إسرائيل. عندما رد الرب صبي صهيون أصبحنا فرحين، حينئذ امتلأ فمنا ضحكا ولساننا تهليلا. حينئذ قالوا في الأمم إن الرب قد صنع العظائم إلى هؤلاء، لقد صنع الرب إلينا العظائم فغدونا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب، الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالسرور. لقد ذهبوا وهم يبكون إذ كانوا يلقون بذارهم،
لكنهم سيرجعون أدراجهم فرحين حاملين أغمارهم. إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا يسر الحارسون. فباطل لكم أن تبكروا إلى القيام وأن تتأخروا عن الرقاد، أنتم يا من يأكلون خبز المشقة حين يمنح الرب أحباءه رقادا. ها إن البنين هم ميراث من الرب، وثمرة البطن هذه هي منحة منه. كالنبال بيد الجبار كذلك هم أولاد الإنسان في شرخ الشباب. فطوبى لمن يشبع مشتهاه منهم، فإنهم لا يخزون عندما يكلمون أعداءهم بالباب. طوبى لجميع الذين يخافون الرب ويسلكون في طرقه. أنت تأكل من أثمار أتعابك، فطوبى لك ويا بشراك. امرأتك ستكون مثل الكرمة المثمرة على جوانب بيتك، وبنوك مثل غراس الزيتون حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان الذي يخاف الرب. الرب يباركك من صهيون، فترى خيرات أورشليم جميع أيام حياتك، وترى بني بنيك، والسلام على إسرائيل. كثيرا ما قاتلوني منذ شبابي، ليقل الآن إسرائيل. كثيرا ما قاتلوني منذ شبابي ولم يقدروا علي. على ظهري حرث الخطأة وطولوا أثلامهم. الرب صديق يقطع أعناق الخاطئين، ليخزى ويرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطح الذي يذبل قبل أن يقلع، الذي لا يملأ الحاصد كفه منه، ولا حازم الحزم حضنه، ولا يقول المارون به بركة الرب عليكم باركناكم باسم الرب. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين، أمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين، أمين. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. كيريا لايسو، وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة، سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لك يا رب، لأنك إله صالح ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين، آمين. من الأعماق إليك صرخت يا رب، فيا رب استمع إلى صوتي، لتكن أذناك ناصتتين إلى صوت تضرعي. إن كنت يا رب راصداً للآثام فيا رب من يثبت، لأنه من عندك هو الاغتفار. من أجل اسمك يا رب نظرت إليك، نظرت نفسي إلى كلامك، توكلت نفسي على الرب. من انفجار الصبح إلى الليل فليتكل إسرائيل على الرب، لأن من الرب الرحمة ومنه النجاة الكثيرة، وهو ينجي إسرائيل من كل آثامه. يا رب إن قلبي لم يترفع وإن عيني لم تستعليا، ولم أعالج الأمور العظيمة ولا القضايا العجيبة مما هو فوق طاقتي، فإن كنت لم أتواضع في ذهني بل رفعت نفسي فلا ترحمني. كحال الفطيم مع أمه كذلك أنت تجازيني. ليتكل إسرائيل على الرب من الآن وإلى الأبد. اذكر يا رب داود وكل دعته، وكيف حلف للرب ونذر لإله يعقوب قائلاً: إني لن أدخل خباء بيتي، ولن أصعد على فراش سريري، ولن أعطي لعيني نوما، ولا لأجفاني نعاسا، ولا لصدغي راحة، حتى أجد مقرا للرب ومسكنا لإله يعقوب. ها إنا سمعنا به في أفراثة، ووجدناه في بقاع الغاب. فلندخل إلى مساكنه ولنسجد في الموضع الذي فيه قامت قدماه. صلوات أبائنا القديسين أيها الرب يسوع المسيح، إلهنا ارحمنا وخلصنا، أمين. بصلوات أبائنا القديسين أيها الرب يسوع المسيح، إلهنا ارحمنا وخلصنا، أمين. صلوات أبائنا القديسين أيها الرب يسوع المسيح، إلهنا ارحمنا وخلصنا، أمين. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت قدسك، كهنتك يلبسون البر وأبرارك يتهللون. من أجل داود عبدك لا تصرف وجه مسيحك، الرب حلف لداود بالحق ولا يخلف. إني من ثمرة بطنك أجلس على كرسيك، إن حفظ بنوك عهدي وشهداتي التي أعلمهم إياها،
فبنوهم أيضا يجلسون على كرسيك إلى الأبد، لأن الرب اختار صهيون وارتضاها له مسكنا قائلا: هذه هي راحتي إلى الأبد، ها هنا أسكن لأني إياها اصطفيت. سأبارك في زادها تبريكا، سأشبع مساكينها خبزا، سأكسو كهنتها خلاصا فيبتهج أبرارها ابتهاجا. هناك أنبت لداود قرنا، هيأت لمسيح سراجا، أكسو أعداءه خزيا وعليه يزهر قوسي. ألا ما أحسن وما أجمل أن تسكن الإخوة معا، ذلك كالأطياب على الرأس النازلة على اللحية، لحية هارون النازلة على جيب قميصه، مثل ندى حرمون النازلة على جبال صهيون، لأنه هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد. ألا بارك الرب الآن يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب في ساحة بيت إلهنا. في الليالي ارفعوا أيديكم إلى الأقداس وباركوا الرب، ليباركك من صهيون الرب صانع السماء والأرض. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا إلهنا ورجاءنا لك المجد. أيضا بسلام إلى الرب نطلب. كيريا لا يسوع، أوضب وخلص وارحم، احفظنا يا الله بنعمتك بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة. سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلنودي ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لأنك أنت إلهنا إله الرحمة والخلاص، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ودهر الداهرين. آمين يا ربي، إليك صرخت فاستمع لي. اجعل يا رب حارسا لفمي وبابا حصينا على شفتي، من قلبي إلى كلام الشر فيتعلل بعلاج الخطايا. مع الناس العاملين الإثم ولا أتفق مع مختاريهم، ويوفقني
أما زيت الخطي فلا يدان به رأسي. لأن صلاتي أيضا في مسراتهم قد ابتلعت قضاتهم ملتصقين بصخرا. يسمعون كلماتي فإنها قد استريدت مثل سم الأرض المنشق على الأرض تبددت عظامهم حول الجحيم. لأن يا رب يا رب إليك عيناي وعليك توكلت فلا تنزع نفسي. بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت. أسكب أمامه تضرعي وأحزاني قدامه فأفزع. عند فناء روحي مني أنت تعرف سبلي. بهذا الطريق الذي كنت أسلك فيه كفولي فأفزع. تأملت في الميامين وأبصرت فلم يوجد من يطلب نفسي. ضاع المرض مني ولم يوجد من يطلب نفسي. فصرخت إليك يا رب يا رب استمع لي، أنت هو رجائي ونصيبي في أرض الأحياء. وانصتي لصوت كلمتي فإنني قد تذللت جدا. نجني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا علي. حبس نفسي لكي أشكر أسمك. إياي ينتظر الصديقون حتى تجازيني. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع لصوتي. لتكن أذناك تنصتاني إلى صوت تضرعي. إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثوت فإنا من عندك الاغتفاء. أيها المنقذ مخلصي صر لي شفاء ولا تهملني. أيها المحسن انظر إني طريح في هذه الآثام فأنهضني بما أنك كلي الاقتدار لأهتف وأنا أعترف برداءة أفعالي. يا رب قبل أن أهلك بالكلية خلصني. من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي في أقوالك، توكلت نفسي على الرب. قد أخفيت الوزنة التي سلمت إلي نظير العبد الكسول وطمرتها في الأرض، فدل ذلك على أني غير نافع، ولهذا لا أجسر أن أتضرع إليك، لكن بما أنك طويل الأنات ترأف علي لكي أهتف إليك. يا رب قبل أن أهلك بالكلية خلصني. من انفجار صبح إلى الليل، من انفجار صبح فليتكل إسرائيل على الرب. إن المرأة النازفة الدم قد جف سيل دمها بلمسها هدب ثوبك فقط، فإذا أتيت إليك بإيمان عار عن كل ريب فاقبلني نظير تلك مرأتي واشفي أوجاعي. فيا رب قبل أن أهلك بالكلية خلصني. لأن من الرب الرحمة ومنه النجاة الكثيرة وهو ينجي إسرائيل من كل آثامه. يا من بكلمته أبدع السماوات والأرض، إنك ستجلس على كرسي مجدك وسنقف كلنا أمامك للدينونة، فتكشف أمامك كل خطايانا. فقبل ذلك اليوم وتلك الساعة اقبلني بالتوبة يا رب قبل أن أهلك بالكلية وخلصني. سبحوا الرب يا جميع الأمم وامدحوه يا سائر الشعوب. أيها المخلص وحدك كن عطوفا وشفوقا علي، وهب نفسي الشفاء من أمراض الخطيئة
وطهرني من أدناس أفعالي لكي أنشد لك مرتلا يا رب قبل أن أهلك بالكلية خلصني، لأن رحمته قد قويت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد. إن المحال سلى سيوفا وهاجم نفسي المسكينة فصيرها غريبة عنك ومحجوبة عن نور وجهك، فصني من هجماته أيها القوي الرؤوف يا رب قبل أن أهلك بالكلية وخلصني. المجد للآب والابن والروح يا نورا بعين القدس مجد الآب السماوي القدوس المغبوط، يا يسوع المسيح، إذ قد بلغنا إلى غروب الشمس ونظرنا نورا مسائيا نسبح الآب والابن والروح القدس، فيبنى الله المعطي الحياة لذلك العالم لك يمجد. بروكي من أني صلاة المساء باللحن الرابع من المزمور 93. إله الانتقام الرب إله النقمات، ارتفع يا ديان العدل. حكمة قراءة من كتاب التكوين لنصغي. وصار أبرام ابني 99 سنة وظهر الرب لأبرام وقال له: أنا هو إلهك، أحسن الإرضاء قدامي وكن عديما للعيب، فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك جدا. فسقط أبرام على وجهه وكلمة الله قائلا وكلمه الله قائلا: هانذا أجعل عهدي معك وتكون أبا لأمم من كثيرة،
ولا يدعى أيضا اسمك أبرام بل يكون اسمك إبراهيم، لأني جعلتك أبا لأمم كثيرة وسأنميك جدا جدا وأجعلك لشعوب وملوك منك يخرجون، وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك بعدك في أجيالهم عهدا أبديا لأكون لك إلها ولنسلك من بعدك، وأعطي لك ولنسلك بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا دهريا وأكون لهم إلها. وقال الله لإبراهيم: وأما أنت فتحفظ عهدي أنت ونسلك بعدك في أجيالهم. ركي منهم اللحن السادس من المزمور 95: سبحوا الرب سبحا جديدا، سبحوا الرب وبارك اسمه. كالف صوت الحكمة فلنستقم، نور المسيح يضيء للجميع. من كتاب الأمثال. حكمة لنصغي. الابن الحكيم يسر أباه والابن الجاهل يستهزئ بأمه، مسالك العديم الفهم ناقصة التمييز، والرجل العاقل يسلك سلوكا متقوما، الذين ما يكرمون المجامع يدافعون أفكارا، والرأي يثبت في قلوب المشاورين، والشرير لا يطيع الرأي ولا يقول قولا جيدا في وقته للعموم. أفكار الحكيم طرق الحياة، حتى إذا جنح عن الجحيم يخلص. الرب يقتلع منازل المتجبرين وقد مكن تخم الأرملة. الفكر الظالم رذالة عند الرب، وأقوال الطاهرين شريفة عنده. من يأخذ الهدايا يستأصل ذاته، ومن يمقت أخذ الهدايا يحيا. الصدقات والأمانات تهدم الخطايا وتنظف منها، وبخوف الرب ينحرف كل أحد عن الشر. قلوب الصديقين تدرس بالأمانة والصدق، وفم الملحدين يجاوب أجوبة ردية. طرق الرجال الصديقين مقبولة عند الرب، وبها تصير الأعداء أصدقاء. الله يبتعد أبعد البعد عن الملحدين ويستجيب صلوات الصديقين. إذا أبصرت العين نظرات جيدة يسر القلب، والصيت الصالح يسمن العظام. من يسمع توبخات الحياة يسكن فيما بين الحكماء، ومن يدفع الأدب يمقت ذاته، ومن يحفظ التوبخات يحب نفسه. خوف الرب أدب وحكمة، وبدء الشرف يجاوبها. للإنسان تقدمة القلب، ومن عند الرب مجاوبة اللسان. بمقدار ما تكون عظيما بمقدار ذلك ذلل ذاتك، فتجد لدى الرب إلهك نعمة. جميع أعمال المتواضع طاهرة عند الرب، والرب يمكن الأرواح. فوض إلى الرب أعمالك فتتوطد أفكارك. البرايا كلها صنعها الرب لذاته، والملحدون يهلكون في يوم رديء. كل مترفع القلب نجس عند الله، ومن يضع يدا بيد على جهة الظلم لا يتبرأ من النقمة. بدء الطريق الصالحة أن تعمل أعمالا عادلة وهي مقبولة عند الرب أكثر من تضحية الضحايا. من يطلب الرب يجد معرفة مع عدل، والذين يبتغونه باستقامة سيجدون سلامة. كل أعمال الرب بالعدل والملحد يحفظ ليوم رديء. كسب قليل بعدل أفضل من غلات كثيرة بظلم. قلب الإنسان ينبغي أن يفتكر أفكارا عادلة ليقوم الله مسالكه. والسبح لله دائما لتستقيم صلاتي كالبخور كن رفع يدي ذبيحة.
عسائي يا يا ربي إليك صرخت فاستمع لي، أنصت إلى صوت تضرعي حين أصرخ إليك. لفمي وبابا حصينا على شفتي. كلام الشر فيتعلل بعلل الخطايا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين آمين. لتستقيم صلاتي كالبخور فاعو يدي ذبيحة مسائي يا Oh.
لنقل جميعنا من كل نفوسنا ومن كل أذهاننا لنقل أيها الرب الضابط الكل إله أبائنا نطلب إليك فاستجب وارحم ارحمنا يا الله بعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم أيضا نطلب من أجل أبينا وبطيركنا يوحنا وأبينا رئيس كهنتنا موسى وأيضا نطلب من أجل إخوتنا الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وكل إخوتنا في المسيح أيضا نطلب الرحمة والحياة والسلام والعافية والخلاص لعبيد الله جميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين ساكنين والموجودين في هذه المدينة المجتمعين في هذه الكنيسة المقدسة ومجلس رعيتها والمحسنين إليها وعبد الله الصايغ مقدمي هذه القرابين وافتقادهم ومسامحة وغفران خطاياهم يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب أيضا نطلب من أجل المطوبين الدامي ذكر الذين عمروا هذا الهيكل المقدس من أجل جميع المنتقلين من أبائنا وإخوتنا الأرثوذكسيين الراقدين ها هنا وفي كل مكان أيضا نطلب من أجل عبد الله السابق رقاده فائز ومن أجل الذين يقدمون الأثمار والذين يصنعون الإحسان في هذا الهيكل المقدس الكلي الوقار الذين يتعبون ويرتلون فيه ومن أجل هذا الشعب الواقف المنتظر من لدنك الرحمة الغنية العظمى لأنك إله رحيم ومحب البشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدهر الداهرين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك الحكمة أيها الإله العظيم المسبح يا من موت مسيح المحي نقلنا من البلا إلى عدم البلا أنت أعتق جميع حواسنا من الأهواء المميتة مقيما لها العقل الداخلية مرشدا صالحا أما عيوننا فلتنفر من كل منظر شرير وأذاننا فلا تطرقها أقوال بطالة وألسنتنا فلتتنزع عن الأقوال غير لائقة طهر يا رب شفاءنا المسبحة إياك واجعل أيدينا بعيدة عن الأعمال القبيحة فاعلة ما يرضيك فقط وحصن بنعمتك كل أعضائنا وذهننا لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك حكمة أيها السيد القدوس الفائق الصلاح إننا نتضرع إليك أنت الغني بالرحمة أن تكون متعطفا علينا نحن الخطأ وأن تؤهلنا لاستقبال ابنك الوحيد إلهنا ملك المجد فها إن جسده الطاهر ودمه المحيي مران عابرين في هذه الساعة مزمعين أن يوضعا على هذه المائدة السرية محفوفين بجمع غفير من الجنود السماوية بحال غير منظور فهبنا أن نتناولهما غير مدينين حتى تستنير بهما حدقة ذهننا فنصير بني النور والنهار بحسب موهبة مسيحك الذي أنت مبارك معه الآن ومع روحك الكل القدس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أهي الضحية السرية تتسيح مكملة في المسقط من إيمان وشوق لنصيب شركاء الحياة الأبدية وحياتي أمامي إليك وحدك أخطأت
كلامك صلاة، لكي تصدق في أقوالك وتغلب في محاكمتك. هانا ذا بالآثام حبلا ذيوب الخطايا وندى في عيني، لأنك قد أحرقت الحق وضحت لي غوامض حكمتك وسوراتها، تنضحني نقياً نطلق يا الله، وروح مستقيمة جدد في أحشائي، لا تطرحني من أمام وجهك وروحك القدوس، لا تنضعني، نحمي باجة صلاتك بروح دياسي الأبد، فأعلم الأثماء ترقك والكفر إليك، يبيعون أنفسني من الدماء يا الله، إذا صلاتي فيفتج لساني بعدلك يا رب، افتح شفتي فيخبر أصلي بتسبحتك، لأنك لو أثمت ذبيحة لكنت الآن أعظم، لكنك لا تسرب المحرقات، فذبيحة لله رحم صحة القلب خشى المتواضع عندهم الله. أصلح يا رب مسيرتك صيام تبنى الصبر، حينئذ تسرب ذبيحة بعد قربان المحرقات، حينئذ ينقربون على منزلتك العظيم. صلوات يا أبائنا القديسين، أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا، آمين. بصلوات يا أبائنا القديسين، أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا، آمين. بصلوات يا أبائنا القديسين، أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا، آمين. بصلوات يا أبائنا القديسين، أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا، آمين. لنكمل طلبتنا المسائية للرب من أجل هذه القرابين الكريمة الموضوع السابق تقديسها إلى الرب، نطلب حتى أن إلهنا المحب البشر الذي قبلها على مذبح المقدس السماوي العقلي رائحة طيب زكي روح يرسل لنا عوضا من النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس، نطلب
من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. أوضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك أن يكون مساؤنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة. ربنا سأل ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا نفوسنا وأجسادنا. ربنا سأل مسامحة خطايانا وغفران زلاتنا. ربنا سأل الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم. ربنا سأل أن نتمم بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة. ربنا سأل أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب. نسأل بعد التماسنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. واهلنا أيها السيد أن نجسر بدالة وندعوك أبا غير مدانين أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. السلام لجميعكم لنحني روسنا للرب. أيها الإله الصانع والصالح والمتحنن وحده الساكن في العلا والساهر على الدنا تطلع بعين حنون إلى شعبك كله واحفظه وأهلنا جميعا لأن نشترك بلا دينونا في أسرارك هذه المحية فإننا لك قد حنينا رؤوسنا منتظرين رحمة منك وافرة بنعمة ورافة ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا اصغى من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العالي مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور وارتضي أن تناولنا بيدك العزيزة جسدك الطاهر ودمك الكريم وبنا شعبك كله. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. رسخم القدسات السابق تقديسها للقديسين بسم الآب والابن والروح القدس الإلهي الواحد آمين. ما أجمل وما أحلى أن يجتمع الإخوة معا في ديار الرب وخاصة إذا من اجتماعنا هو الصلاة من أجل أحبة سبقونا عن وجه هذه الأرض ومجرد وجودنا يا أحباء
واجتماعنا في هذا المكان المقدس هو دليل على أننا أناس قيميون، وبأن الله الذي خلق الإنسان على صورته وعلى مثاله لم يخلق للموت. وما هذه الضات نراها عندما ينتقل إنسان عن وجه هذه الأرض سوى انتقال بالنسبة لنا كمسيحيين أو كأناس خلقنا على صورة الله وعلى مثاله، هو انتقال من الموت إلى الحياة، من الأرض إلى السماء، لأن الإنسان عندما يأتي إلى هذا العالم يأتي وهو يبكي على مجيئه، لأنه آت إلى عالم التعاسة والشقاء. والإنسان عندما يترك هذا العالم، ونحن نقول الكتاب المقدس يقول لا راحة لمؤمن على وجه هذه الأرض، من أراد أن يستريح من عناء عالي الدنيا عليه أن يترك هذا العالم، أن يوضع في القبر، والقبر بعد قيامة الرب يسوع أصبح هو الجسر الذي يعبره الإنسان المؤمن لينتقل بواسطته من حياة، من الموت إلى الحياة كما قلت، من حياة تقدر بعدد السنين إلى حياة يقول عنها الكتاب المقدس لا وجع ولا تعب بل حياة لا تفنى. نحن اليوم نسير في الصوم الأربعيني المقدس ونستعد لاستقبال الحدث العظيم للفصح المجيد الذي على أساسه نحن نجتمع. لولا القيامة لا معنى لمجيئنا ولا معنى لصلاتنا، لأنه لو كانت نهايتنا إلى القبر الرسول بولس يقول نحن أتعس الناس. ليس الإنسان لم يخلق إلى القبر، ولكنه خلق ليحيا. وهذا ما فعله المرحوم الدكتور فايز في حياته، كان إنساناً مؤمناً، كان إنساناً عاملاً، تعب في حياتي، عرفته كما قلت منذ سنوات طويلة، منذ أن عرفت دمشق من 70. كان إنساناً معطاءً، كان إنساناً متاجراً بالوزنة المعطاة له، لأنه كان يفكر ويقول سيسأل كل أي واحد منا عندما يقف أمام المنبر الرهيب ماذا فعلت في حياتك؟ ماذا أعطيت؟ ماذا قدمت؟ كيف عشت؟ كيف كنت كمواطن في المجتمع أولاً؟ وعندما تتزوج كزوج، وعندما تنجب أولاد كأب، وعندما تكون ذا مسؤولية ومسؤول عن أناس آخرين في حياتك ستسأل ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ ماذا أعطيت؟ هذا هو السؤال الوحيد، وهذا الفرق بين الواحد والآخر. كلنا نأتي عراة ونذهب من هذا العالم أيضا عراة، ولكن أين هو الفرق؟ الفرق كيف قضى الإنسان حياته على وجه هذه الأرض، ماذا فعل، ماذا عمل في حياته. على هذا الأساس يا أحباء نحن اليوم اجتمعنا في هذا المكان المقدس لنشارك العائلة في الصلاة من أجل راحة نفسه، لأنه كما تعلمون الإنسان بعد انتقاله لا يحتاج إلى شيء، أشياء كثيرة يحتاجها من مرض، من تعب، من عطش، من جوع، من هذه كلها أمور يحتاجها في حياته، ولكن بعد أن ينتقل كما نقول دائما يحتاج إلى شيئين رئيسيين. الشيء الأول أن يكون الأولاد والأحفاد أو من تعامل معه مجلبة للرحمة على روحه، ليروا أعمالكم الصالحة ويمجد أباكم الذي في السماوات. ونحن نقول ليروا أعمالكم الصالحة، ويقول بارك الله في هذا الأب، في هذه الأم، في هذا البيت الذي ربى وأنجب أولاداً صالحين للمجتمع وللكنيسة ولكل مكان على وجه هذه الأرض.
والشيء الآخر أن نصلي كما نفعل نحن الآن. نحن نؤمن بأن المرحوم في هذه اللحظة يشاركنا في الصلاة ويشكر كل واحد وكل واحدة منكم جاء وعبر عن محبته له باشتراككم معنا في الصلاة من أجل راحة نفسه. على هذا الأساس يا أحباء أقمنا هذه الصلاة من أجل راحة نفسه، طالبين من الله أن يكون شفيعا لنا في السماء وأن يذكرنا أمام المنبر الرهيب، ونحن علينا أن نذكره هنا في صلواتنا. إنني باسم العائلة أشكر كل إنسان جاء وشاركنا بالصلاة من أجل راحة نفسه، طالبين من الله أن تبقى الكلمة على شفاهنا. الرب أعطى والرب أخذ، ليكن اسم الرب مباركا، له المجد والإكرام والسجود إلى أبد الدهور، آمين. يا أحباء اللي بيحب يتناول يتناول ورجع على محله حتى نخلص الصلاة نحن وأنتو. الله يكون معكم وشكرا لكم جميعا، وكل عام وأنتو سالمين. الخوف
كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. إذ قد تناولنا مستقيمين أسرار المسيح الإلهي المقدسة الطاهرة غير المائتة السماوية المحية المرهوبة فلنشكر الرب شكرا لائقا. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمته بعد أن نسأل أن يكون مساؤنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. لنخرج بسلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم باسم الرب. أيها السيد الضابط كل يوم من أبدع البرايا كلها بحكمته وبعنايته التي لا توصف بكثرة خيرياته أوصلنا إلى هذه الأيام الكليات الوقار لتطهير النفوس والأجساد وللمساك عن الأهواء ولرجاء القيامة يا من أبان الأربعين يوما خط بيده لخادمه موسى على لوحين الوصايا الإلهية منحنا نحن أيضا أيها الصالح أن نجاهد الجهاد الحسن وتم شوط الصوم ونحفظ الإيمان سالما غير منثلم ونرد رؤوس التنانين غير المنظورة ونظر غالبين الخطيئة ونبلغ بلا دينونة إلى السجود للقيامة المقدسة لأنه قد تبارك وتمجد اسمك الكلي الإكرام والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر نختم أدن إلى الرب نطلب. بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أيها المسيح إلهنا الحقيقي بشفاعة أمك القديسة الكلية الطهارة والبريئة من كل عيب وبقدرة الصليب الكريم المحيي حامي هذه الكنيسة المقدسة وهذه الرعية وبطلبات قوات سماوية المكرمة العادمة الأجساد وتوسلات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح والقديسين المجيدين الشهداء المطلقين بالظفر وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله وأبينا الجليل في القديسين أوريوس بابا رومي والقديسين الأولى وحبيب الدمشقيين والقديس يوحنا البارتلميذ غريغوريوس البانياسي الذي نقيم تذكاره اليوم وجميع القديسين ارحمنا وخلصنا بما أنك صالح ومحب للبشر. صلوات سيدنا القديس أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. أيها المخلص أرح نفس عبدك مع أرواح الصديقين الراقدين فاظهر للحياة السعيدة التي من قبلك يا محب البشر. أرح يا رب نفس عبدك في راحتك حيث جميع قديسيك يستريحون لأنك أنت وحدك الذي لا يموت. المجد للآب والابن والروح القدس أنت إلهنا الذي انحدرت إلى الجحيم حللت أوجاع المعتقلين أنت يا مخلص
أرح نفس عبدك فايز السابق رقاده الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أيتها العذراء الطاهرة النقية وحدك يا من ولدت الإله بغير زرع إليه توسلي أن ترحم وتسامح نفس عبدك فايز السابق رقاده. ارحمنا يا الله بعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. وأيضا نطلب من أجل راحة نفسي عبد الله فايز ومن أجل غفران جميع ذنوب الطوايا والكرية لكي يرتب الرب لله نفسه حيث الصديقون يستريحون فلنسأل له رحمات الله وملكوت السماوات وغفران خطاياه من المسيح الذي لا يموت ملكنا وإلهنا نطلب. يا إله الأرواح والأجساد كلها يا من وطئت الموت ونقضت قوة الشيطان منحت الحياة لعالمك أنت يا رب أرح نفس عبدك فايز السابق رقاده رتبها في مكان نير في موضع خضرة حيث انتفى كل وجع وحزن وتنهد بما أنك إله صالح ومحب للبشر اغفر له كل خطيئة فعلها بالقول أو بالفعل أو بالفكر لأنه ما من إنسان يحيا ولا يخطئ إلا أنت وحدك منزه عن الخطيئة عدلك عدل وكلامك حق. إلى الرب نطلب لأنك أنت هو القيامة والحياة والراحة والنياح لنفس عبدك فايز السابق رقاده على اسمك أيها المسيح إلهنا وإليك نرفع المجد مع أبيك الذي لا أبد له وروحك الكل القدس والصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين فليكن ذكرهم أبدا فليكن ذكرهم أبدا بصلوات سيدنا القديس أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا الله يرحمه ويعودنا بسلامتكم.